محدش أبدا يقدر ينكر دور مصر قيادة وشعب في دعم مساندة القضية الفلسطينية، وكلنا شفنا وتابعنا الدور الكبير اللي بتقوم بيه مصر من بداية الأحداث في 7 أكتوبر اللي فات. والحقيقة إنه دعم ومساندة المصريين لإخواتهم في قطاع غزة ما وقفش عند حدود مصر، لكنه كمان امتد لبلاد كتيرة في العالم، زي ما هنشوف بالظبط في الفيديو ده، واللي حقق ملايين المشاهدات على السوشيال ميديا بعد ما تم تصويره في مدرجات ملعب الجوهرة أثناء مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية. الروح في الدم، في فلسطين.